لا يزال آلاف من المهاجرين في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط هربا من الاضطهاد والنزاع والفقر وأملا بحياة كريمة بعيدا عن بلدانهم الأم ما دفع أوروبا إلى إقامة ما سمي حينها بالنقاط الساخنة في عام 2015 لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في بلدان الرئيسة لتكون مرحلة أولى لتسريع وتيرة تحديد هويات القادمين الجدد واخضاعهم لعمليات تدقيق وتمحيص سواء كانوا رجالا او نساء او اطفالا الا ان الامر لم يكن كذلك، فهذه منظمه العفو الدوليه بينت في تقرير سابق لها ان حالات سجلت في ايطاليا اتسمت بانتهاك حقوق اللاجئين وتضليلهم وطردهم بعيدا عن تحديد هويات القادمين الجدد واخضاعهم لعمليات تدقيق وتمحيص. كما اكدت المنظمه ان قوات الحدود اليونانيه تحتجز مجموعات من اللاجئين والمهاجرين باسلوب عنيف بصوره غير قانونيه ثم تقوم باعادتهم الى تركيا على الفور ما يخل بالتزاماتها ازاء حقوق الانسان بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي والقانون الدولي وهو الامر الذي دعمته صحيفه الغارديان بنشرها لتقارير متواتره تحدثت فيها عن محاولات السلطات اليونانيه اغراق مراكب اللجوء المتجهه نحو السواحل اليونانيه بصرف النظر عن وجود مرضى او نساء واطفال وكيف كان خفر السواحل التركي هو من يسعى لانقاذهم بعد ان تمتلئ مراكبهم بالماء. المفوضيه الاوروبيه والاتحاد الاوروبي ثبتا عبر تقارير لهما الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بشكل مستمر في اليونان وايطاليا وبعض مراكز الاستقبال للاجئين ما دفع مدير وكاله الحدود الاوروبيه الى الاستقاله بسبب تاكد انتهاكات الوكاله ضد اللاجئين. وسط تأكيد المنظمة الدولية للهجرة من أن أكثر من 29 ألف شخص لقوا مصارعهم في رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014 معلنة وفاة خمسة آلاف لاجئ خلال العامين الماضيين فقط هي معاناه مؤلمه عاشها ويعيشها اللاجئون في رحلتهم بالبحث عن حياه كريمه وامنه لم يجدوها في بلدانهم الام ليعيشوا ماساه جديده اخرى في رحله قد يكون ثمنها حياه كامله